ردنا نبني مصفاة ميناء الفاو، ميناء الفاو الكبير، ونربطه بالجنوب شرق آسيا وبالعرب، ومن جهة أخرى بالسكك الحديد إلى تركيا وإلى أوروبا. كان صار شيء عظيم هذا لو إحنا ماشيين به، بس عطل هذا الموضوع بسبب تدخل إيران، وإيران هي اللي حفزت الناس على هذا الاتجاه. أنا ويا أحد القادة العرب ما راح أذكر اسمه، قلت له يا أخي أنتوا ليش ما تشوفون أصدقاء إيران؟ شوفوا الصين وروسيا أشياءهم. وحكيت له قصة أنا صارت وياي بيني وبين بوتين، أي الرئيس بوتين بالانتخابات 2010. هو قال لي يعني أنت ليش ما تروح لإيران؟ قلت له أروح أنا، ليش ما أروح؟ بس أنت تروح هذا فنلندا حتى تصير رئيس الاتحاد السوفيتي روسيا الاتحادية؟ قال لي لا طبعا ما أروح. قلت له أنا ليش تريدني أروح لإيران؟ أنا كل ما هو إيجابي بديت لإيران، مديت يد الأقوة لإيران، بس هم ما اعترفوا بها. قلت له علما بأنه احنا تعاطفنا ويا الثورة الإيرانية، لأن قضت على شرط الخليج اللي هو شاه إيران، وتسلمت العرب سفارة إسرائيل إلى فلسطين إلى منظمة فتح وكذا، منظمة تحرير يعني. فلهذا تعرف حضرتك يعني الآن احنا ما مخيرين، احنا أحداث بالعالم تتطور واحنا تنبني على ردود فعل مو على منهجية. بس الآن السعودية تقدم على منهجية جديدة وراح تأثر بالتأكيد على روسيا وعلى الصين في مسألة إيران، حتى في الضغط على إيران بالتأكيد. يعني أنا ما عندي معلومات ولكن إيش أتوقع. طيب